السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يلا حيهم ويرحب ابو هضبان. هلا وسهلا. يا هلا وغلا. كم هلا تو منورت الرياض. الله يطول عمرك. وانا ما سجلت من عزمه الرجال. لا لا ما عليك ان شاء الله بعد الحفل اكيد باذن الله. احنا متوجهين ان شاء الله الحفل سالم. سجلت من ان شاء الله بن بغيه والربع قدامنا ان شاء الله ولا حد غايب. نوافيكم ان شاء الله بليله ممتعه باذن الله. ما شاء الله تبارك الله يا الحضور. جاهز ابو ذيب. الله يبارك. جاهز ابو ذيب. اشم بك في الوادي يا ابي. وادي الدواء. ما شاء الله يا الحضور. يعني ممكن زين. الله يا الدنيا مورست من داخل كركي. احد وش؟ احد الفانزات القبيح اللي علمت قد دعس بطنك فانز قبل ولا؟ والله ما قد جربت الشعور ذا ودي اجرب. بتجرب دقائق. عطني بس دقيقه بس. تبى تدعي لي؟ ترى انا فوق يا ولد. يا ولد احنا ننزل على رعا تريلها تفاهم معه. يلا نروح مع غريجي ابن حمد. موتري سجلت. لا ما نرجع متى نرجع؟ على دربنا يا ولد. سيارة على يسار يا ولد. كله يشغل كلا الا كيف الله يشغلني. يلا بيدعمني يا الرجال. مساكم الله بالخير. ارحب محمد. الله يبقيك مساء. يلا حي. يا مرحبا بك. الله يبيض وجهي من عندك. ما اقول لو سواه وجهي قبل ولا هو قريب انت. عليكم ما عليك شوفوا. ما عليك شوفوا. خاطري امني كان بغرد وياها في تويتر ولا الله كتب لي امنيتي ان حياتي تعلم لدان حي واسمع البيتين او الثلاث الابيات اللي بيكتبها في الشخص ده. فكرتها او وش الفكره اللي الصوره اللي بيصورها في المشهد. الله يجعلها في الجنه. اي والله اموات المسلمين. اي والله ابو درش والله خير من يمثلنا. الله يبيض وجهك ابو سالم. ادري انه بيكتب بيت من عرض القصيده فابتسامته يوم طلعوا. انا شنو؟ فدخنته. يعني كنا بيكتب معلق. الله يسكنه الجنه. اللهم الله. يعني كنت قلبت الجروح. والله يا ولد انت سريت على اكله اليوم كله. لا والله ان شاء الله اكلك فيهم خير وبركه ان شاء الله. مرحبا بكم اسهل يا ابو محمد. والبقى يا ابو سالم. لو انك حوالها ظهر ما تفزع عاد بس. انا احد اشباب ورقبتي يا جماعه الخير. الرجال هذا كثف الدعاء كثف الدعاء ارحم يا جبران. كثف الدعاء عليه يا جماعه الخير. كثفوا دعاء ولا ان بغيت تشيل. لا لا الدعاوي الدعاوي دعاوي ما ندري ايش معنى الدعاوي. لا الدعاوي ابشر. ارحب يا ابو سالم. ارحب يا ابو والله النظر. ارحب يا ابو سالم واهلي. مرحبا يا ابو نجد. اشهد بالله يا ابو نجد. جعلنا عدم كل محزن. الله يبقيك والله يبارك في ابو محمد اللي خلونا نشوف. والله من ناشبك. والله لو تسوي اللي تسوي يا ابو نجد. وشلونك؟ الله يعافيك. مبروك لك ابي. الله يبارك فيك. صح صوتك انت شباب يا ابو نجد. ما شاء الله تبارك الرحمن. سمعنا كل الشباب الا صوتك. ايش سمعت صوته؟ ايش دخل فيه؟ قاعد في مكان شباب نبي صوت. العب وخريت ما شاء الله. ايش ابو تحرس من هذا؟ ارحب يا مسعود. الله يبقيك. وين حرس من لا هذا والله هذا زين المكان كله نور المكان. ما ايه ايه نور المكان. اي بالله اسلم ابي ابشر. والله ما كان مثل ما الله مالك العبد.
اللهم لك الحمد. انت تذكر تذكر اكيد انك تذكر يوم نزل هنتني في نص الشارع في نص شارع العام وقتها قول انت انك مشغول ومستعجل ونزل هنتني مع كريم وبغت تدعمني السيارة بغت تخليني حب حلف. ذا الحين لا شليتك من بيتك ولا من عند سيارتك لاقيك في مطعم وربي سبحانه حطك معي. طيب قل يا الله الحين لا اله الا الله والله انك بتنزل اللي باصله والله انك بتنزل ذا الحين مع كريم ولا حمله ما عاد في وقت دقيقه انا ما في دقيقه طيب انا وياك ايوه متفقين يعني خلص نروح خلص نزول هذيك هكالايام مشغول وانت تدري انك بعد مشغول يس شباب بحطك عند الباص بحطك عند الباص دقيقه النقل والله العظيم اني احسن منك والله شوف انا حاطك عند النقل الجماعي انت اضرب بجيب اذا انت مستعجل عندك كريم عندك اوضه توكل على الله احمد لا كثر عليك تكويب ولاج موتري امسك الليل موتري يعني عشانك ركب لك زيز ولا ايش؟ اي والله ربي سبحانه دار بالدنيا لين جابك عندي زي ويش؟ زي الهر زي ايش؟ زي الهر ها بناجي ما يزحك هذا خلاص خلي الله يحبك هنا انزل ما في شيء مزح انزل بناجي جواد بتنزل ولا لا؟ يا احمد الله يرحم والديك لا ترى ما تغطي انزل ترى ما رفعت تغطيك ذاك اليوم تذكر نزلت ووشرت وركبت لي مع واحد يلا انا طالبك مات شوف اجي استاخذ حرك عاد خلاص صورنا ذي وانت احمد الله يرحم والديك في ذمتك ترى والله اني بكلم بيك في ذمتك تكلم جد والله اني اتكلم جد يرحم شكلك ورب الكعبه اني اتكلم جد يا حسين حول 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 يمزح. لا تطول والله يمزح جوة. والله ما نمزح حول والله يمزح جوات احمد ترى عاد هوا السياره اللي بغت تدعسني عاد اخذني علشانك نزل هني في الشارع العام انا مستعجل انا نوم كل ليله اطلبك طلبه اطلبك لا تمسك لحيتي بيسارك انزل يا ولدي يا جماعة الخير انقذوني اثمامة 413 اللي يكون مر حول الشارع ذا يجيني يمرني يا جماعة الخير شلون دقيقة قفل علي دقيقة والله دقيقة والله ابنزل والله دقيقة انزل افا تعال ادخل سكر الباب معلم سكر هذا الباب طيب يرجع عدت خذلك يا شو نفتح ذا شو فيه سكر الباب هذا وين روح ها وين روح عريض وين؟ جزاك الله خير باصات يعني أول مرة أركب الباصات عندي عليك الحال بس احذر 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 من صديقك قبل عدوك احذر يا جماعة الخير والله أنا أقول وأنا صادق احذر اول حاجه لا عاد اشوفك هنا انا جاي اخذ موتر صح ولا لا نعم صح ولا لا وجيت اخذت لقيت هنا ليه الرجال يتقاضى يا ابن محمد ولا مو يتقاضى لا والله ما يتقاضى الرجال ما يتقاضى علي خمه يا رب اسمع 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 موتري معي الحين يا ولد فارقني بس فضحت تراك في مكان دقيقه تراك في دقيقه تراك في مكان حساس اقلع يعني الطبقه اللي موجوده فيها يعني طب هذا طبقه ما هذا اضرب الموتر اضرب الموتر دقيقه مشتريها والله
اقلع مني هناك. الرجال يشبهون فينا، الرجال يشبهون فينا. اقلع مني ورا. خلاص ادقق عنك عنك عنك. يا العنك استغفر الله. احترف احترف. خلاص اركب وترك. سالكم بالله ما تجون. خلاص خلاص اركب. ما عاد ناقصني. لك بابي اصور بابي اصور. شو تصور؟ بس طيب الله هنا مناوشات ان بتشتري موتور صح؟ اقلع والله اقلع 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 الموتور الموتور شو الموتور خبط خلوتها المدر خبط المدر راح من بيه ولد ساعدني فيه سالك بالله تساعدني هيك الطاقس هل ينزلهم ايش ايش الجدول الحين كم الساعة الجدول قاعد مننا لين بعد بكرة في الليل حلو ها نوم سليبنج على ما عندي انا توتر خوي لا تابع عليه خوي تابع ما عليه بنوديه معنا في المود الراقد انا قومنا حولناه معنا حولناه معنا الرقاد يا وقد حالي وقد يا وقد يعقصه يا رياقي يا 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 لهوي يا لهوي اسمع هذه غترتك وطاقيتك العقال وقف وقف اخر انا بعطيك عقالك لا يعني تخيل اسرق لي عقال دقيقه والله ما حذفه والله ما حذفه هذا عقال عقالك ذا والله انك تعقب من هذا عقال والله انا هذا عقال لا تخرب عقال خلاص ذا عندك لك وذالي خلاص تبغى ذا عندك تبغى ذا عندك وراجل يا ابو ارحب يا ابو محمد على البركه على البركه على البركه تستاهل يا ابو محمد الجيب تحت امرك جعله فداء مواطيك يا ابو محمد لا راس براس هذا مرسيدس. انا بل ابغاك تقول هذه فداك واشله هاي والله ذا الراس جعلها والله مبروك شغلها شغلها ما شاء الله تبارك الرحمن يا اللي تشغلت الجيب ازمنها كفو يا ابو علي بيض الله وجهك انك ما تعرف اللهم صلي على النبي يا للشباب بيض الله وجيههم ابو سالم كيف الاستعدادات حيوله بالصوت اسمع اسمع